عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا كفتيجي تونسي، باش نحضروا في الفول بطريقة صحية ويجي بنين على الاخر. باش نحضروا معاها سكالوب مشوي بطريقة سهلة وكيف كيف يجي بنين. خليكم معايا في الفيديو الاخر وشوفوا بعضنا طريقة تحضير المقادير. بالنسبة لأول مرة زور القناة ما ينسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد الكل. توا نخليكم مع طريقة التحضير. أول حاجة هنا بالنسبة لطريقة التحضير نشوف بعضنا المقادير. عندي هنا هكا خديت بطاطا قصيتها هكا ديكوب وقصيت نفس الطريقة. عندي هنا قرع أخضر وقرع أحمر، وعندي هنا فلفل وطماطم قصيت هنا هكا شوية بصل، وعندي هنا شوية ثوم، وعندي هنا شوية ملح. بالنسبة لطريقة التحضير خديت هنا هكا طبق تاع الفول حطيت فيه في الكويسون. نقوم هكا نحط قرع أخضر هكا الطريقة هذي هكا هكا بجنب احمر. شو نحط الطماطم مش حط بجنبها هكا شوية بصل هكا نحط الفلفل ونحط البطاطا اخر حاجه هنا كامل نحط البطاطا. بالنسبه للثوم مش كامل هكا نحطو هكا تبقى طماطم هكا الطريقه هذي نحط هكا نكهه بنينه للطماطم. كامل نضيف هكا شويه زيتونه هكا من فوق هكا الطريقه هذي. شو كامل نضيف الملح نضيفه هكا بالطريقه هذي هكا. هكا صافاتا باش تدخلو الفرن باش نحطو على 180 درجة باش نحطو مدة 35 دقيقة. باش كامل نحضرو بعضنا سكالوب. بالنسبة للفحات باش نستعمل شوية ملح، باش نستعمل هكا شوية كركم، عندي هكا شوية زعتر وكليم مرحي وشوية فلفل أكحل. هذا هكا دخلوا الفحات به في الجهاز تاعنا هذي هكا. هنا حطيت المقلاة تسخن مش كامل نحط هكا شويه زبده بس شويه هكا. كم نحط سكالوب نتاعنا باش نشويه بسم الله. هكا نقلوه هكا بسم الله. نجي نخليه حتى تكمل تجيب على الجهة هاذي. هني سكالوب تاعنا حضر باش كامل نحطو هكا في بلا باش من بعد نكمل نحطو مع الكاتيجي نتاعنا. هني الكاتيجي تاعنا بليسك حضر باش كامل نضيف اخر حاجة طيب بسم الله. كامل نحطو هكا في الوسط هذه بيضة ثانية باش نحط هكا بيضتين. نتوما تنجمو ما تعملوها أكثر ولا أقل كيما تحبوا. باش كامل نضيف عليهم هكا شوية ملح باش نرجعهم الفول حتى تكملو تشيبو. هكا تيجي تاع الحبر. بالنسبة للبيض باش كامل نقصو هكا بالطريقة هذه هكا.
نقول هنا هكا باش نطوحهم. بالنسبه للفحات باش نستعملهم عندي هنا هكا شويه كرويه شويه هريسه عنب شويه فلفل اكحل كان هكا نضيفهم باش نعمل خلط الكانت كل مع بعضها. بالنسبه للملح بعد كي حسيتو ناقص نزيد شويه ملح. النتيجه تاعنا حبارش فما شاء الله بالحق نودكم نشاهدكم. كمان زينتو هكا بشويه فلفل العبيد وشويه زيتون قصيت شوي معدنوس وبصل كملت زين فيه واني حطيت سكالوب نتاعنا زينته هكا بشوي معدنوس. ان شاء الله ربي تكون رسالة التعليم عجبتكم عجبتكم الطريقه. كان عجبتكم تنسوش تشجعوني تعملوا جيم عند الفيديو وبارطاجيو الفيديو بالحبايب وصحابكم. بسلامه في بصمه جديده ان شاء الله.